رقم فتح الرياضي حاليا تتوفر على 4 حراس شبان، المستوى مزيان. هناك ابن ماجد حارس مستوى كبير، قدم مقابلات مؤخرا كبيره سواء في البطوله او كاس افريقيا. هناك ايضا الحارس الشاب يونس زيادي، عنده مؤهلات كبيره، ودل على ذلك المقابله اللي قدم مؤخرا ضد فريق الوداد الرياضي مركب محمد الخامس. والحاج بن عيسى غني عن التعريف، كي كنقولوا الاب الروحي ديال الفريق، وكي كيعرف الجميع بانني ولد دار ديال الفريق الفتح الرباطي، والحمد لله جددت مع الفريق وانا فرحان. وفريق الفتح غني عن التعريف، لانه ولا دابا ولينا حنا عارفين الاجواء الافريقيه والطقوس الافريقيه، وخير دليل انه السنه الماضيه وصلنا للدومي فينال، وان شاء الله لما لا هذا العام نوصلوا للفينال ونديوه. المقابله ديال غدا ما تكونش سهله بحكم الغيابات الكثيره اللي كاينه، ولكن المجموعه اللي جات ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنوا تقدم مستوى كبير، ونتمنوا على الله نرجعوا بالتاهيل من كومبولا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تعرف الجميع عندنا مقابله صعبه مع فريق كامبالا سيتي، وفريق كامبالا سيتي في الملعب ديالو قوي. حنا جايين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضي الجماهير التحيه والجماهير المغربيه. وهذه اخر حصه كنستعدوا ان شاء الله بما الكفايه، يعني حنا راه واعين بالمسؤوليه باننا ان شاء الله غادي ندخلوا بهذا المصطلح، غندخلوا نتقاتلوا ان شاء الله. غدا يكون خير ان شاء الله، ونجيبوا 3 نقاط اللي تخلي الفريق ان شاء الله باش يتاهل. الجاهزيه ديالي يعني اول مره نلعب في الطقوس الافريقيه، يعني تتكون اجواء مغايره على كما تعرف على البطوله الوطنيه، يعني تتكون اجواء مغايره. واي فورسمون فوالا سي اون افكتو ديزون سي جي افكتو لو فواياج فورسمون سي كو فوالا اي سو بري سينو جي ني سيري با لا تو فوالا دونك اون ا بري توس فوالا. Particulièrement moi, je suis vraiment prêt pour le match de demain, voilà. Et on pense avoir un résultat positif, inch'Allah. Voilà, on connaît l'enjeu, on connaît ce qui nous attend et tout. Donc voilà, moi je pense qu'on est déjà on est bien préparé, il y a l'ambiance et tout, voilà. Je pense qu'on est là pour chercher la qualification ici. التعليمات ديال والدي كراكي راه
لا كونسونطراسيون لا كونسونطراسيون حيت لا كونسونطراسيون كتساعد اللاعب الكرة القدم على 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 بزاف الحوايج اللي منهم استفزاءات الجماهير مع كلشي كيعرف ان الطقوس الإفريقية ماشي بحال الطقوس العادية اللي كنتمنى ان شاء الله يكمل بطروا بوان اللي نحاولوا باش نحاولوا ندوزوا للدور المقبل ولما لا نتأهلوا للفينال ونزيدوا هاد لا كوب على الخزينه ديال الفتح الرباطي. وا لو ديسكوس لو ميم اون موتيفي فوالا لو كوتش جو بونس كو فوالا سي دان لو ديسكوس اون فيان بو شيرشي لا كاليفيكاسيون سي تو كو فوالا كوم سا كوم جي دي كونت ريفيرس ا دوميسيل اون كوم سا اون بلو ترانكيل. التعليمات ديال الوالد الركراكي يعني اللي وجدك المقابله قبل ما تلقى سيناريو مغير يعني هذاك الشيء اللي تيقول لك هو اللي غتلقاه في الماتش وان شاء الله كما تيقول اللي دخل اللي يقضي الغرض ان شاء الله. الطموح ديال السمومي كاي لاعب يعني جيت فريق الفتح الرباطي كما قلت لك باش نفوز بالالقاب والطموح ديالي ان شاء الله نجي باش نعطي الاضافه للفريق ونمشيو ان شاء الله الفينال في الاتحاد الافريقي ان شاء الله.